تابعوا برنامجكم شكون غادي يستثمر في مشروعي سبيسيال ستارت اب. اكتشفوا المزيد على الموقع inov.inwi.ma. انوي معكم كل يوم. مسفيوي كيعشق بحر مدينته وتراثها، اجي نشوفوا مسار يوسف اللي قدر يجمع بالاصول ديالو وروح المقاول. كان عزيز عليا البريكولاج، عزيز عليا نقطع السلوكه، نلاقي صوتي عاوتاني هو محروق ونعاود نريباريه. اي حاجه كانت كتبان لي خسرات كتبان لي خصني نكتشف شنو كاين لداخل. يوسف شقران، 26 سنة، مهندس دولة من مدينة أسفي. أسفي هي المدينة اللي كبرت فيها والمدينة اللي فكرت أنني نبدأ فيها التحدي ديال المقاولة. مثل الإلام، فخار وصيد البحري. الفخار ماشي غير الديكور، فهو إبداع ديال هذوك الناس. لحقاش باش تخرج داك التبصيل ولا تخرج هذاك الديكور بهذيك لافورم ديالو بلا هذاك الزواق ديالو بهذوك لي زيموتيف اللي تيكونوا، راه شي حاجة إبداعية. غالبية الوقت لي فاكونس ديالي تندوزهم في المخيم، تعلمنا فيه ديك لا ديسيبلين، الاحترام ديال الناس، النظام في الحياة. العام اللي سقطت كنت ما تنقراش مزيان. العام اللي من وراها كان هذاك هو التحدي ديالي، انني كيفاش نزيد من واحد ليغور اللي كدرته انني نزيد ديفلوبي. وليت كنقرا مزيان واللي خلى لي انني ندخل المدرسه ديال المهندسين. لي مومون زوينين هو كنا كنجمعوا في دار واحده مع بزاف ديال المدون، يعني وكنا كنطيبوا. كنت سبيسياليتي ديالي انني كنطيب الدراري الطواجن، يعني كنت معروف كلشي تيجي عندنا باش كندير واحد الطاجين مسفيوي جميل جدا. هذه من جهه. حاجه اخرى كانت زوينه سي كو في وسط المدرسه كانوا دي بون سوفونير هما سبور، الوغ كان عندنا بزاف ديال الوقت فين نقدروا نابليكيو سبور باش كنخرجوا من داك لو ستريس ديال القرايه. كندير الفوتين مع الصباح ولا في لافان ديال لا جورني باش دوز عندي لا جورني ديجا مزيانه. في نفس الوقت كيعجبني ندير السيرف. اسفي معروفه بالبحر وفيها لي ميور فاك اللي كاينين في العالم، وتيجيو لي شامبيون دو موند كاملين كيجيو عندنا لاسفي. قبل ما ناخذ الدبلوم ديالي في لا بروميير اني سيكل انجينيور كرينا لونتربريز ديالنا. الوغ فاش خديت الدبلوم كانت مهمه اصعب اللي هي كيفاش نديرو سكيلين وكيفاش نقدروا نعيشوا بهذيك لونتربريز اللي حنا كريينا. كانوا بزاف ديال التضحيات ماديه ومعنويه. الوالدين ديالي ولا لا فامي عاونونا معنويا اكثر من ماديا، لحقاش حنا تنتميو لاسره جد عاديه، يعني حتى فينونسيرمون ما كاينينش لي مويان باش يفينونسيو معاك لو بروجي. بقاو كيسولوني بزاف ديال الاسئله، واش هادشي خدام سورتو حيت كتجيب فكره جديده. الوغ فكان في الاول شويه ديال التخوف، مي من بعد عجبهم داكشي ولاو تيشجعوني اكثر من كنشجع انا راسي. بيتو انا يعتمد على راسو، يعني نتي اكتيف بزاف الحمد لله. توفق في السيرك ديزانجينيور، يعني انايا كانت عندي واحد الفكره بانه يخدم مع الدولة ولا يخدم في شي سوسيتي ولا شي، ولكن كيبان لي في واحد الوقت اللي هو اعتمد على راسو ومشى بعيد. المستثمرين ديال البرنامج حنا محتاجينهم في لاكومبانيمون ديالنا، اي في نفس الوقت محتاجينهم ماديا باش نزيدو نطوروا هاد الحلم اللي تنشوفوا حنايا. غادي نعطيكم موعد ابتداء من ثلاث جاي مع برايم برنامج شكون غادي يستثمر في مشروعي على قناة دوزا. اكتشفوا مبادرات انوي لتطوير المقاولات الناشئة على الموقع inov.inwi.ma. انوي معكم كل يوم.